فعلى كل حال انا اتهم العقبجي على انه مزروع وانه مدعوم من الشيعه، وهذا يكشف، هذا يعني يكشف عن زيفه كونه يعرض في قناه الشيعيه، هذا معناه يكشف عن يعني مخططه، وان هذا الرجل قد يكون مزروعا من قبل الشيعه. انا لا اشك ابدا ان هذا العقبجي مدعوم من جهة ما، قد تكون الشيعة أو غير الشيعة، ولكن ظهور الشيعة في هذه الفترة قد يجعلنا نحن يعني نظن وظنا راجحا، وهذا معروف الظن الراجح على قرائن الأحوال في الشريعة لهم، أن هذا مدعوم من قبل هؤلاء الشيعة باعتبار أنه ظهر في قنواتهم ونشر باطله هذا وسائل أهل السنة في قنواتهم، لأن الشيعة أصلا هم ضد أهل السنة ويناكفون أهل السنة. هذا إجرام، ومن هنا المؤمن يسر لما يقوم العلماء والحكام ويقوم المجاهدون على الرافضة ويقتلوهم شر غثة. نسأل الله أن يقتلهم، نسأل الله أن يدمرهم. هؤلاء استباحوا دماء الصحابة، سبوا ديننا، عابوا أئمتنا، سفهوا ديننا. الرافضة شر، هم أعوان اليهود، أصدقاء اليهود، حرب على الإسلام وحرب على المسلمين. ده كتاب من كتبه عشان أنت تعرف الحقيقة، حقيقة الرافضة. ده كتاب اسمه الحكومة الإسلامية، المؤلف بتاعه الخميني عليه لعنة الله. في هذه الحملة التي قام بها الحكام والعلماء ضد الرافضة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يوفقهم وأن يدمر الرافضة ويخرجهم. ومشكلة بس، نسأل الله عز وجل من اليمن تتحول لإيران، لإيران هناك يؤدبون تمام. هؤلاء أعداء الدين، أعداء الملل، ولا يحل لأحد من المسلمين أبدا أن يعتذر للرافضة أو أن يؤيد الرافضة أو أن يمدح الرافضة. هذا الكتاب كشف الأسرار، تأليف كما هو مكتوب على الغلاف روح الله الخميني، وهذا هو الخميني الكافر، روح الله الخميني، وهذا هو الخميني الكافر. ماذا تقول في الصفحة 787 من هذا الكتاب؟ يجوزون إعارة الفؤاد، أن تعير زوجتك ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، وأن تعير كذلك جاريتك لصاحبك أو لأبيك أو لأخيك. أما أنتم أيها الشيعة الكذبة الفشلة، قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: والرافضة أجهل الناس في العقليات وأكذب الناس في النقليات، لا يقيمون حقا ولا يهدمون باطلا، لا بحجة وبيان ولا بسيف وسنان. العوالق الروافض المجرمين ديل، أول حاجة ديل قالوا زي ما قال الكافر بالله الخميني، بيمدحها مجموعات، فهمت؟ مجموعات كثيرة جدا. الخميني يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما وخلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، وأن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ديل الشيعة شرك بالله وطواب بالأضرحة ونجايك لجماعتك. فبعض الحاقدين من الحاسدين من أرباب التنظيمات الحزبية الفاشلة نقموا على هذه المحاضرة، وما وجدوا عيبا فيها إلا أن عابوها بشيء ليس من صنعنا ولا من فعلنا أبدا،
فقالوا هذه المحاضرة جاءت قنوات شيعية كقناة منار ولا اسمها شنو هي شيعية وغطت هذه المحاضرة. فنقول باختصار شديد نحن لا نرى التعاون مع أهل البدع أبدا، لا نرى التعاون مع أنصار السنة فضلا عن الإخوان المسلمين فضلا عن الشيعة. فإذا كنا ما نرى التعاون مع أنصار السنة فمن باب أولى ما نرى التعاون مع الشيعة أو غيرهم من أهل الضلال. وهذه القنوات لما جاءت ده لو جاءت حقا، نحن شفنا المايك بعد ما شفنا في التسجيل بعد المحاضرة. المهم نحن ما عارفين أصلا جاءت، ولحد ما انتهت المحاضرة احنا ما عارفينها، ولو عرفناها كان طردناها. كل الموضوع باختصار شديد، ونحن لا نرى التعاون مع أهل البدع أبدا لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه على هذا التحذير، وقال بقوله واقتدى بقوله هذا أهل السنة والجماعة قاطبة. فلا نرى التعاون مع أهل البدع أبدا كما يفعل أنصار السنة، ويقدموهم ويوقروهم ويكرموهم كما فعلوا في مؤتمراتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية.